يسعد صباحكم زملائي فرح وعلاء، وصباح الخير لكل من يشاهدنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين وفلسطين هذا الصباح. اليوم في إطلالتنا الصباحية من جنين متواجدين في وسط سوق مدينة جنين لنرصد الحركة التجارية وحركة شرائية من قبل المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك، ونتحدث عن انتعاش الأسواق بعد ما عانت محافظة جنين كغيرها من محافظات الوطن من حالة من الركود الاقتصادي نتيجة جائحة كورونا. خلينا في هذا الصباح نستضيف معنا في هذه الفقرة السيد عمار أبو بكر رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين. سيد عمار يسعد صباحك. صباح الخير لأهلنا وصباح الخير لتلفزيون فلسطين، وبداية كل عام وانتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك لكل طاقم تلفزيون فلسطين ولصوت فلسطين ولأهلنا بمحافظة جنين ولتجارنا. يسعد صباحك يا رب. بداية كيف شايف الإقبال من قبل المواطنين والحركة الشرائية، خاصة أنه محافظة جنين كغيرها من محافظات الوطن عانت، وخاصة فيما يتعلق بإغلاق معبر الجلمة الذي كان المنفذ الرئيسي لأهلنا في الداخل المحتل؟ يعني أول شيء بشكر الحكومة على إجراءاتها الجديدة بفتح يوم السبت، لأنه كان يوم أساسي بالنسبة لجنين وبكل المحافظات. زائد يعني الانتعاش بدناش نقول بلشنا في الانتعاش بشكل كبير وخاصة في جنين، لأنه احنا اعتمادنا بصراحة زي ما حكينا مسبق على دخول أهلنا بال 48، بلشوا يدخلوا من بعض المعابر، لكن معبر الجلمي لازال مغلق اللي أتأمل أن يفتح قريبا جدا، بس بشكل نسبي وتناسب أتأمل إنها الحياة ترجع لما كانت عليه لطبيعتها السابقة، لأنه الوضع الاقتصادي لازال بيعاني من الجائحة ومن المرحلة السابقة، وإنه نرجع تنتعش جنين بدها فترة، يعني مش بيوم وبيومين وبقرار أخذ قبل كم يوم افتح يوم السبت مدة ساعات العمل. أتأمل هي قرارات منيحة، قرارات محترمة، كل احترام وتقدير للحكومة، بس بالآخر يعني بدها فترة ترجع جنين لانتعاش الاقتصادي إلا ما كانت عليه. نعم، يعني نحن نثمن أكيد قرار الحكومة بفتح المحلات التجارية يوم السبت، هذا سيحرك لا سيما في محافظة جنين الحركة الشرائية والحركة الاقتصادية. كم ستتوقع يعني جنين تحتاج للنهوض من يعني هذه الكارثة الاقتصادية خلال السنة الماضية؟ يعني أتأمل وبقولها بصراحة، إذا فتح معبر الجلمي وأهلنا 48 حاجز الجلمة، حاجز حاجز الجلمي إذا فتح، بتأمل إنه خلال فترة قصيرة ترجع جنين لما كانت عليه، يرجع القطاعات السياحية تنتعش، الوضع الاقتصادي يتحسن، وتأمل يعني هذا شيء مش صعب إن شاء الله رب العالمين. هينا مستبشرين خير بالفترة القادمة، دائما حلول شهر رمضان مبارك، وحلول الشهر المبارك، وحلول إن شاء الله عيد الفطر السعيد، إنها ترجع جنين لما كانت عليه. نعم. طيب أيضا سيد عمار، فيما يتعلق برصد يعني آراء التجار حول هذا الفتح للمحلات التجارية والحركة الرمضانية، حضرتكم في الغرفة التجارية وتسمعون دائما من قبل التجار، ما هي تحضيراتكم لهذا الشهر المبارك أيضا؟ والله تحضيراتنا بتأمل منها الناس نفسها ترتب أمورها، من تجارنا من أصحاب البسطات، إنه نرتب بلدنا ونحافظ على بلدنا ونحافظ على نظافة بلدنا. نقطة مهمة، يعني أنا عندي محل تجاري كرئيس غرفة تجارية، أول منزل الصبح بكنس الرصيف وبكنس الشارع وبحافظ على النظافة. أوكي، جزء من النظافة مسؤولية على البلدية، لكن برضو المسؤولية تقع الأساس على المواطن وعلى التاجر وعلى صاحب البسطة، على الجميع. أتأمل أنه ندرك أنه جنين بلدنا لازم نحافظ عليها، جنين تستحق منا أن نعمل لها وأن نحافظ عليها بصراحة، ودائما احنا بنقول على هذه الأرض ما يستحق الحياة، بالفعل هاي بلد لها تاريخ كبير جنين، وكمان مرة بقول إن شاء الله إنه نحافظ على هاي الجزئية سواء بالنظافة سواء بترتيب أنفسنا. قريب جدا وأتأمل حسب ما بلغنا مسبق على موضوع المعبر وفتحان الحاجز الجلمي ودخول 48، يعني بدها همة كيف نرتب أمورنا في أزمة السير اللي موجودة في جنين. كان امبارح اجتماع من بعض الحريصين على المدينة، وكان مدير الشرطة موجود ورئيس البلدية وعطوفة اللواء أكرم الجوب المحافظ والغرفة التجارية، وتباحثنا كيف ممكن ننقل جنين من مرحلة ما كانت إلى مرحلة جديدة، حتى نحافظ على اقتصادها، نحافظ على نظافتها، نحافظ على
ثقافتنا داخل المجتمع بشكل عام انه ننظم هاي البلد بطريقة لا يتم قطع أرزاق أي إنسان، لأنه بتعرف الجائحة كانت طويلة، المرحلة صعبة، الناس اقتصادها معتمد كان على جزئية بسيطة، على دخل يومي بسيط جدا. عشان نقدر هذا الشيء لازم نتعاون، ودائما التعاون بده شراكة، والشراكة بتخلق حال إن شاء الله ومرحلة جديدة لهي المدينة ولهي المحافظة. نعم، هل شعرت سيد عمار بأن هناك قطاعات كانت أكثر ازدهارا من بعض القطاعات الأخرى في محافظة جنين، خاصة مع إقبال المواطنين على بعض البضائع والسلع أكثر من غيرها، أم أن الانتعاش سيطال الجميع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ لا شك أنه الانتعاش هو امتداد للجميع، أي قطاع من القطاعات التجارية ينتعش ينعش الآخر، وكل إنسان له مرحلة. لاحظي بداية رمضان المواد التموينية، العصائر اللي بشكل عام، اللحوم، الدجاج، بنتعش في الشغل في بداية شهر رمضان المبارك. وإحنا بنقول رمضان مبارك وهو مبارك على الجميع، والبركة من رب العالمين إنه بنتعش الاقتصاد الفلسطيني والجنيني بشكل عام. بيجي بعد مرحلة بتلاقي شغل أدوات منزلية، بتلاقي شغل ألعاب، يعني كله امتداد تجاري واقتصادي للجميع. أتأمل إنه الكل يشتغل، ما بعد بتأمل إنه برضه المرحلة القادمة بعد 15 رمضان، بطلب من اليوم من الحكومة تاخذ بالاعتبار إنه مرحلة الليل وفتحان المحلات في الليل تكون مدتها أطول، لأنه بكرة آخر 15 يوم بصير الشغل أغلبه في الليل، بسبب إنه في النهار كثير من الناس ما بتقدر تنزل على السوق تتوضع تتشرى من الصيام، بالليل بتكون. بس مطلوب برضو من المواطن الالتزام بإجراءات السلامة من اليوم، حتى نقدر نطالب الحكومة إنها تفتح المحلات التجارية لساعات متأخرة من الليل. نعم، هل تتأمل ازدهار في الحركة الاقتصادية حتى يعني العيد، وسيكون لكم أيضا تحضيرات أخرى في هذا القبيل؟ والله الازدهار بتأمل أنا إنه هاي تقريبا الأمور بترجع لما كانت عليه، وخاصة في فتحان المحلات التجارية بشكل عام، المطاعم، المقاهي، الحياة كانت بترجع لطبيعتها مع يعني التزام جزئي بإجراءات السلامة. نحن نتمنى يكون التزام كبير، ونتمنى على الحكومة، وبعرف إنها بتكسرش الحكومة، إنها تشد على موضوع جلب اللقاح لمواطنينا حتى نرجع للحياة الطبيعية كاملة، حتى نستغني عن الكمامة ونستغني عن كل شيء بوجود اللقاح. وبدها بس شوية يعني خلينا نقول، بعرف يعني ما بدها نوم الحكومة عكس اللقاح بصراحة، لأنه لو طالب يدهم جابوه هسا، يعني هسا مش بكرة. أتأمل هاي الجزئية برضو الحكومة تشد عليها، لأنه المواطن بيقول لك أنا بدي اللقاح عشان أرجع لحياة طبيعية. إحنا في جنين هون بصراحة الانتعاش الاقتصادي لن يكون كبير إلا بدخول أهلنا 48، وهذا كان مطلبنا مسبق. إنه الاحتلال بعاقب جنين ومغلق حاجز الجلمي وباقي الحواجز مفتوحة، ليش؟ وسألنا مسبق هذا السؤال، لماذا حاجز الجلمي مغلق لغاية اللحظة؟ وكان في خبر مسبق وتبليغ رسمي من جانب الإسرائيلي أنه سيكون هناك فتح للمعبر، لكن تأخر هذا يعني الفتحان. أتأمل أنه الحاجز يفتح خلال أيام حسب ما يعني ما قيل، أن لا يتأجل إلى مرحلة، لأنه جنين تحتاج إلى فتحان هذا المعبر. وبصراحة إذا الحياة وبنأخذ اللقاح وترجع لطبيعتها، الجامعة الأمريكية في عنا 5-6 آلاف طالب غير طلابنا، برضو بتنعش المدينة وبتنعش المحافظة اقتصاديا، وهي جزئيات مهمة. وكمان مرة بطلب من أهلنا وناسنا إنه نحافظ على وقفة السيارة، على وقفة العرباي، على الجزيرة اللي هي المشاة بتمر منها، ما نخلي بضاعتنا مفروضة وناخذ الجزيرة كاملة، ما ناخذش الشارع، نحافظ. احنا لازم يكون عندنا ثقافة، نحافظ على نظافة بلدنا. بتأمل انه يعني بعض الاحيان في بلدان وصلت لمرحلة بلزمهاش لا شرطة ولا قانون. طيب سيد عمار ضيق الوقت، رسالتك لكل التجار ولكل المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك. يعني رسالتنا كل عام وانتم بخير، رسالتنا حافظوا على اهلكم وناسكم بالتزام اجراءات السلامة حتى لقدام ان شاء الله نقدر نفتح البلد ترجع الحياة لطبيعتها. بتمنى انه نحافظ كمان مرة على نظافة البلد، جنين تستحق منا ان نقف جميعا وقفة رجل واحد لنحافظ عليها. ورجوع اقتصادنا ودخول أهلنا 48 بده أرضية وبده نظافة
وبده نظام وبده قانون حتى نستطيع أن نرجع لما كنا عليه في المرحلة السابقة إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر في هذه الإطلالة الصباحية سيد عمار أبو بكر رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين. إذن مشاهدينا كنا معكم في هذه الإطلالة الصباحية من محافظة جنين لرصد الحركة الشرائية للمواطنين. كل عام وكل زملائي في فلسطين هذا الصباح وكل مواطنينا بألف خير وعودة لزملائي في الأستوديو.